مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل يوتيوب. فيديو اليوم حيكون تحدي الأناقة ما بين ريما اليوتيوبرز العربية وديانا أحد أبطال قناة ديانا والأصدقاء، وعشان تعرفوا مين اللي حيفوز في هالتحدي كملوا الفيديو معي للآخر. التحدي الأول واللي هو تحدي الأناقة في اختيار الملابس. أولا ريما، ريما اختيارها للملابس بيكون دائما في حدود الأناقة والجمال. ثانيا ديانا، ديانا أيضا من أكثر الفتيات اللي ملابسها وذوقها موفق وفي حدود الأناقة والجمال، وبهيك بيكون التحدي الأول تعادل ما بين ريما وديانا. التحدي الثاني واللي هو مين بيميل بلبسه للكاجوال أكثر، ديانا أم ريما؟ أولا ريما، ريما بتغير بستايلها ما بين الرسمي والكاجوال، لكن هي بتميل للكاجوال أكثر. ثانيا ديانا، ديانا بتلبس رسمي وكاجوال وفساتين وبتنوع ما بين هالستايلات، وبهيك بيكون اللي فاز بتحدي الكاجوال ريما. التحدي الثالث واللي هو مين بيغير بستايل شعره أكثر؟ أولا ريما، ريما في الأغلب شعرها بيكون ستريت ونادر ما تعمله مموج وبتعمل فيه تسريحات بسيطة. ثانيا ديانا، ديانا بتحب تغير ستايل شعرها ما بين الفترة والتانية، فأحيانا بتعمله ستريت وأحيانا بتعمله كيرلي وبتعمل فيه شعرها تسريحات مختلفة، وبهيك بيكون اللي فاز بالتحدي الثالث هي ديانا. أما التحدي الرابع فهو مين أطول، ريما أم ديانا؟ أولا ريما، ريما طولها مناسب لعمرها ووزنها. ثانيا ديانا، ديانا طولها مناسب جدا لعمرها ووزنها، لكن ريما أطول من ديانا، وبهيك بيكون اللي فاز بالتحدي الرابع ريما. أما التحدي الخامس فهو مين موفق أكثر في اختيار الإكسسوارات المناسبة مع ملابسه؟ أولا ريما، ريما من أكثر اليوتيوبرز اللي بتقدر تنسق الإكسسوارات المناسبة مع لبسها. ثانيا ديانا، ديانا أيضا موفقة في اختيار الإكسسوارات المناسبة مع لبسها، وبهيك بيكون التحدي الخامس تعادل ما بين ديانا وريما. التحدي السادس واللي هو مين بيميل للألوان الغامقة في لبسه أكثر؟ أولا ريما، ريما بتميل بلبسها للألوان الفاتحة أكثر من الألوان الغامقة. ثانيا ديانا، ديانا بتميل بلبسها للألوان الغامقة أكثر من الألوان الفاتحة، وبهيك بيكون اللي فاز بالتحدي السادس ديانا. التحدي السابع واللي هو مين بيهتم بالماركات العالمية في لبسه أكثر؟ أولا ريما، ريما بتهتم إنه لبسها يكون أغلبه من الماركات العالمية، لكن إذا في شي عجبها وما كان ماركة ما بتهتم. ثانيا ديانا، ديانا معظم لبسها من الماركات العالمية، وبهيك بيكون اللي فاز بالتحدي السابع ديانا. التحدي الثامن واللي هو مين شعره أطول، ريما أم ديانا؟ أولا ريما، ريما طول شعرها مناسب وحلو، لكن ديانا شعرها أطول من ريما، وبهيك برضو بيكون اللي فاز بالتحدي الثامن ديانا. والتحدي التاسع واللي هو مين بيهتم ببشرته أكثر، ريما أم ديانا؟ أولا ريما، ريما من الأشخاص اللي بيهتموا بنفسهم وببشرتهم بشكل كبير. ثانيا ديانا، ديانا أيضا من الأشخاص اللي بيهتموا بنفسهم وببشرتهم، وبهيك بيكون التحدي التاسع تعادل ما بين ريما وديانا. هيك بتكون انتهت التحديات ما بين ريما وديانا. فازت ديانا بأربع تحديات، وريما فازت بتحديين، وثلاث تحديات كانوا تعادل ما بين ريما وديانا، وبهيك بيكون اللي فاز بتحدي الأناقة ديانا. اكتبوا لنا بالتعليقات. هيك بنكون انهينا هالفيديو لهذا اليوم، وشكرا لمشاهدتكم. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم